إذا بتسأل حيالله بي أو أم العالم شو أغلى شيء على قلبكم، بيقولوا ولادنا. ما في حدا مش عايش كرمال ولاده، مش مقضى بهيدا البلد كرمال ولاده، ومنضلنا نقول خلينا نعمر سوا لحتى يبقى الوطن لولادنا. اليوم في مرض كنا ناسينه وفكرنا أنه اختفى، رجع يهدد طفولة ولادكم بلبنان وحياتهم بالشلل التام. منتابع. بوليو أو شلل الأطفال مرض ما عدنا سمعنا فيه بلبنان من سنين، ويمكن كتار منا فكروا أنه بطل موجود. إنما اليوم ومن بعد 11 سنة على عدم تسجيل أي حالة شلل أطفال بلبنان، رجع البوليو يهدد أطفالنا بالشلل التام. فالبوليو مرض ما فينا نتساهل فيه أبداً، لأنه طفل واحد مصاب يعني 200 طفل صاروا مصابين بالشلل. مرض بينتشر بسرعة كبيرة، مرض رح يحرم أولادنا من أول خطواتهم ومن كل خطوة لألهم بالمستقبل. مرض ما في علاج لألو، إنما فقط وقاية. كيف فينا نحمي أولادنا؟ كيف بتكون الوقاية من البوليو؟ وشو هي حملة اليونيسف اللي بتنطلق بكرة؟ In order to not miss any child during this polio campaign, we are using the strategy door to door, tent to tent, house to house. We are confident that we, together with the partners and the Ministry of Health, we are going to reach every child in need. عشية، خليني أوضح إنه هي الحملة هي حملة وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيسف. اللي عم نحكي عنها عن البوليو. عشية انطلاق الحملة الوطنية الشاملة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال بوليو، بيسعدنا أنه نكون نحن كمان جزء من هيدي الحملة، وبستضيف معي بالستوديو سلام عبد المنعم. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. حضرتك مسؤول إعلام الطوارئ بمنظمة الأمم المتحدة بلبنان اليونيسف، وكمان بستقبل دكتور رندا حميدي رئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة. إذن حملة وزارة الصحة حتى نصلحها مرة ثانية. حملة وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. نعم، اليوم طفل واحد مصاب يعني 200 طفل حاملين المرض، هالقد البوليو خطير. رح بلش دكتور رندا معك. اليوم إذا بدنا نعرف شو هو البوليو بس بشكل يفهموه يعني الأهل بشكل بسيط. شلل الأطفال فيروس كتير خطير، بينتقل بشكل كتير سريع، بيتكاثر بأمعاء الطفل، بينتقل من طفل للتاني خاصة بالفئة العمرية بين 0 و5 سنوات. أوكي. لأنه هالفئة بيكون عندها ظروف النظافة الشخصية كتير قليلة، وبالتالي سهل أنه هالفيروس ينتقل. خطير كتير لأنه بيسبب الإعاقة الدائمة أو الوفاة، وبالتالي وزارة الصحة على هالأساس عاملة حملة وطنية بالتزامن مع دول إقليم شرق المتوسط بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، أكيد إضافة لطباب لنقابة أطباء لبنان والإن جي أوز رح نحكي عنهم. طيب اليوم ليش بعد كل هالفترة رجعنا وعينا باللبنان على البوليو عشان الأطفال؟ هل النزوح السوري إلى لبنان له تأثير لا سمح الله انتشار أو تكاثر هذا المرض؟ لبنان يعني كتير قليل أنك تلاقي بلد بالعالم عم يشهد النزوح وأنه يتحمل هالقد عبء كتير كبير مثل متحمله لبنان. عندنا قد نص عدد سكان لبنان. صحيح. موجودين عندنا بظروف أنه الموارد المادية والبشرية والبنى التحتية بقيت على حالة، فلبنان عم يستوعب عدد كتير كبير، في اكتضاد سكاني كتير كبير، في حالات شلل أطفال بيّنت بسوريا بأواخر عام 2013، وفي حالة بلغ عنا بالعراق بأوائل 2014. وهالمرض كتير سريع الانتشار مثل ما قلنا، منخاف أنه أي حالة متسربة من التلقيح دغري بياخدوا بتكون هي الريزيرفوار، هالعدد الكبير من الأولاد بالضبط بتكون هي الريزيرفوار لحتى الفيروس يلاقي محل يقعد فيه ويتكاثر ويصير عنا حالة شلل. استاذ سلام، أي بلدين بالشرق الأوسط اليوم عندها البوليو كمان؟ مع الأسف رجع البوليو بعام 2013 لسوريا بالذات بسبب هيدا الخوف اللي عم نشوفه بالضبط، انه 36 حاله ثبتت في سوريا، حاله وحالتين في العراق تبعتهم. لما ظهر الوايلد بوليو فيروس، فيروس شلل الاطفال في المنطقه، كل المنظمات مع وزارات الصحه في المنطقه جندت كل الجهود حتى فينا نوقف انتشار هيدا البلدين. مين المشارك بالحمله؟ طبعا لبنان، العراق،
سوريا، الأردن، مصر. هيدي البلدان كلها خلال هاي الشهرين الجاي راح يكون فيها حملات وطنية للتلقيح. المهم اليوم أنه نوقف حركة هيدا الفيروس. هيدا ما يتم إذا ما كلنا في المنطقة رفعنا من مناعة الأطفال عندنا. نعم، إذا رفعت المناعة اليوم ما بيعودوا ينعدوا، يعني اليوم قالت لي الدكتورة أنه النزوح السوري ممكن له تأثير كتير كبير، لا سمح الله إذا في إصابات أو في أمراض، اليوم شو العلاج يعني؟ مع الأسف هو البوليو ما له علاج، البوليو نحمي منه. البوليو نحمي منه بأنه نعطي قطرات اللقاح مش بس الإبرة. هيدي بوجوده في المنطقة لازم نضل إحنا نعيد هاي الحملات، وإحنا مع وزارة الصحة اليونيسف ومع منظمة الصحة العالمية صار لنا سنة إنه في حملات متتالية في مناطق اللي هي نعرف فيها في احتمال إنه التغطية للوقاية مش كافية، عم بنكثف ونكثف. لكن هاليومين المنطقة كلها بتشارك بهاي الحملات الوطنية. هلا رح أحكي أكثر أنا كمان ونتوجه لللبنانيين وللأمهات وللأهالي لحتى نقول لهم كيف سبل الوقاية وشو مفروض يعملوا، لأنه كمان هذا الشيء ممكن يخوف الأهالي. ولكن قبل، تم اختيار النجمة اللبنانية نانسي عجرم لحتى هي تعمل تي في سي، تكون الوجه الإعلاني للوقاية من شلل الأطفال والبوليو. قبل ما تابع مع حضراتكم رح نشوف كيف صار التصوير بشكل سريع وشو رح تقول نانسي عجرم لبرنامج احتجاز. كسفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة وكأم لطفلتين عندي شعور بالمسؤولية، مش بس تجاه أولادي، تجاه الأطفال بلبنان وبالعالم العربي، وبهمني شارك بحملة مكافحة شلل الأطفال. اليوم ما في علاج لهالمرض، بس في وقاية من خلال التلقيح بنقطتين كل مرة مع كل حملة، لأنه الندم ما بفيد. أكيد رح لقح أولادي، لأنه ما في أحلى وأعز من أول خطوة بيمشوها. مسؤوليتنا كأهل إنه نحافظ على أحلامهم. كل المطلوب هو نلتزم بحملة التلقيح. أنا بتوجه لكل أم وبي وبقول لهم الأمانة بإيديكم، والأهل يلي بيحموا ولدهم بيحموا بلدهم. الأهل يلي بيحموا أولادهم بيحموا بلدهم. قديش مهم انه يكون في نجم عم بيسوق الحمله. يمكن كمان استاذ سلام انت بدك تحكي عن قديش مهم انه نانسي عجرم تقود هذه الحمله. الست نانسي عجرم هي مش من هاليوم، لكن صار لها سنين هي تدعم مواضيع حقوق الطفل، وهي سفيرة لليونيسف. نعم. فوجود وجوه اللي هي يمكن أن توصل الرسالة بشكل أوضح للناس، إنه الناس تسمع منهم، مهم كتير. اليونيسف عنده champions، أبطال لمواضيع مختلفة. نعم. ولكن أيضا سفراء. الست نانسي هي أحدى سفراء منظمة اليونيسف لمواضيع مختلفة. نعم. هالمرة لما اتصلنا بالست نانسي حقيقة قبل ما حتى نشرح الموضوع مباشرة قالت إيه بدي أشارك، لأنه الموضوع ميديتلي هي أم وفاهمة إنه قديه والموضوع خطر على أولادها وعلى أولاد العالم. فالحقيقة إحنا كتير شاكرين. نعم. إنه الوقت اللي أعطتنا إياه هي طبعا، بس مهم جدا جدا إنه في أحيان انه يكون في شخص واضح اللي يوصل المسج. نعم. عندي مجموعه اسئله سريعه دكتور رندا قبل ما نشوف الاعلان لاول مره رح نشوفه الليله قبل ما ينطلق بكره. اليوم هل الاطفال يلي اخذوا اللقاح هن وصغار بمده زمنيه سابقه هل المفروض يرجعوا ياخذوه مره ثانيه؟ اللقاح يعطى للاطفال من عمر 0 ل 5 سنين بغض النظر عن الجرعات السابقه. بعد الخمس سنين؟ بعد الخمس سنين لا. هلا اذا بالصدفه في ولد بالمدرسه عمره 6 سنين وفاته طعمه، بالعكس هيدا كثير منيح له. نعم. بس ليش بنقول 5 سنين؟ لان هالفئه العمريه مثل ما قلت لك عندهم قصه المناعه بتكون بعدها على قدها، بتكون قصه النظافه الشخصيه مش كثير موجوده. بعد ما يقطع عمر الخمس سنين بتكون هيدي الامور صارت محسوسه اكثر عند الطفل. نعم. وبيعرف يحافظ على نظافته الشخصيه من خلال المدرسه. من بعد ما توفت الطفله سيلين ركان يلي شغلت الاعلام والناس، صار في كمان قصة اللقاح والفاكسان، وصار في خوف عند اللبنانيين مع انه سبب الوفاة تبين انه مش من الفاكسان. ولكن اليوم شو بدنا نقول للناس كمان تما يخافوا من قصة اللقاح، يعني لانه رح عم تقول رح ينعطى لكل لبنان.
بدنا نقول للأهل أنه في وزارة صحة، يعني ما عليه لازم يوثقوا بموضوع اللي عم تقدمه من خلال البرامج الصحية اللي عم تقدمها. هالوزارة على رأسها وزير بيعتبر الأمور لأولاده قبل ما يعتبرها لأي مواطن تاني. في عنا سعادة المدير العام كتير بيهتم بالشق التقني بهذا الموضوع. عنا لجان علمية من الأكاديمية ومن نقابة أطباء لبنان عم بيساعدونا بهالموضوع. الوزارة عم بتأمن اللقاح السليم والآمن مجاناً. وين وكيف فيهم يحصلوا عليه للأحوال؟ بالضبط. فإذا يعني اللقاح آمن بمواصفات منظمة الصحة العالمية، مجاني، يقدم بكل المراكز الصحية والمستوصفات، وحديثاً صار عم يتقدم من خلال عيادات الأطباء الخاصين، أطباء الأولاد، أطباء الأطفال. نعم. هالحملة رح تكون، مش رح تكون من بيت لبيت، ببعض المناطق يمكن بالمنيا والضنية وبطرابلس ببعض المحلات رح تكون من منزل لمنزل، بس رح نستهدف حتى لأنه يمكن هالمناطق الحدودية فيها بعض من الخطورة من هذا الموضوع، ورح نستهدف أكيد المخيمات النازحين. نعم. رح نستهدف المدارس لأنه في فرق رح تروح أكيد على المدارس. وبحب ذكر اللبنانية أنه إضافة للي عم تعمله وزارة الصحة داخل لبنان، نحن بالتعاون مع الأمن العام اللبناني عنا مراكز لتلقيح الأطفال على الحدود البرية. نعم. وبالتالي أي طفل عم يفوت على لبنان عم ياخد اللقاح، خاصة من سوريا أو من بلدان أغلب يخلوه. وكتير مهم أنه لو أخذ اللقاح على الحدود بس يرجع على لبنان ضمن الحملة كل الأطفال ياخدوا، لأن نعم. شو منكون عم نعمل؟ منكون عم ننشر وباء حميد من الفيروس يعني الحي المُوهن المخفف. نعم. وبالتالي عم بمنع على كل الأطفال، عند كل الأطفال، إنه الفيروس البري يفوت ويلاقي أي ريزرفوار ويقعد فيه. قبل ما أختم معكم، رح نتابع نحن والمشاهدين لأول مرة وحصرياً قبل ما ينطلق بكرة عبر الشاشات الإعلان الخاص يلي انعمل ويلي صورته النجمة اللبنانية نانسي عجرم للوقاية من البوليو اللي هو شلل الأطفال. خلينا نتابع. أهلنا حققوا إنجاز كبير وتمكنوا من القضاء على شلل الأطفال. صار دورنا لنخلي مجتمعنا خالي من هالفيروس السريع الانتشار. حافظوا على الأمانة، لقحوا أطفالكم نقطتين كل مرة مع كل حملة. أطفالي أخذوا القطرة، هلأ دور أطفالكم. التلقيح مجاني في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات أو لدى الطبيب الخاص. اللقاح آمن وفقاً للمعايير الدولية. أنا بدي لكم يعطيكم ألف عافية والشكر أكيد لوزارة الصحة. دكتور رندا تفضلي، عندك شي بدك تمرق؟ بدي مرق أنه إضافة للقاح آمن مبرد بظروف قياسية متميزة حقيقة، لأنه لبنان بين الدول الخمسة بالعالم يلي عنده سلسلة تبريد نموذجية. نعم. وبالتالي لازم يكونوا الأهل كتير واثقين من سلامة اللقاح وأمانه ومجانيته. أستاذ سلام كمان يعطيكم ألف عافية لليونيسف. هلأ أول شي نحن في هاشتاج هو النطرة خطرة أعطيه القطرة، واليوم كتير مهم مواقع التواصل الاجتماعي، إذا الهاشتاج هو نطرة خطرة أعطيه القطرة، وكلنا حاطين نحن هيدا البن، ومنتمنى من المشاهدين أنهم يساعدونا لإطلاق هذه الحملة، لأنه يمكن حلقة أو جزء صغير من برنامج مش كافي، كمان المفروض ينعمل أكثر. اعتمادنا على الأهل 100%، أنه يفهموا أنه كتير مهم اليوم نحافظ على لبنان خالي من شلل الأطفال، أنه اللقاح آمن، أنه اللقاح ما في خطر من تكراره، بالعكس، أنه كل ما نزيد من اللقاح كل ما تزيد مناعة الطفل، وهيدي أهم مسج أنه توصل. الأهالي هي مسؤولية، اعطونا اياها اهلنا، اعطوها لاولادكم كمان. ونحن من موقعنا يعني هلا فريق العمل كلهم بالريجي حاطين البن كمان كلهم اللي عم بيشاركوا بهذا البرنامج فريق العمل، ونحن كمان بنحكي عن الهاشتاج، بنقدر نعمل توعيه قدر الامكان. وبرجع بذكر الهاشتاج هي النطره خطره اعطيه القطره، لانه كثير مهم كمان مواقع التواصل الاجتماعي تخلي الاهالي واولادهم، ونتمنى منهم كلهم يساعدونا نطلق هذه الحمله، وكل الأهل يعطوا اللقاح يلي هو مجاني لأولادهم من عمر الصفر لعمر الخمس سنين. شكراً كتير دكتور رندا. شكراً لدوركم المميز معنا. أهلا وسهلا فيك، رئيس دائرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة، وأستاذ سلام مسؤول الإعلام وإعلام طوارئ بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج حكي جالس. بريك ونتابع ما تبقى للي.